السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مرة اخرى في قناتكم كوتشوان سروبان لتعلم الحساب الذهني، هذه الحصة ان شاء الله ستكون تتمة لدروس الضرب المركب، لكن قبل البدء في الحصة سأترككم مع اجابات تطبيقات الحصة السابقة، بالنسبة للاجابات على تطبيقات الحصة السابقة هنا لدينا الاخت زينب محسن اجابت على التطبيقات وكذلك الأخت عساوي نوال، والأخت الثالثة هاجر جونفار، مشكورات من هذا المنبر، صراحة عندما أجد إجابات تطبيقات في كل حصة، هذا يشجعني أكثر لتتمة الدروس، وبالتالي أتأكد من تفاعلكم وأن هناك أخوات بالفعل مهتمات بالتعلم، مشكورات جزيلا وننتقل إن شاء الله إلى حصة اليوم. نبدأ هنا على بركة الله مع المثال الأول لدي هنا ألف وأربعة وعشرون في خمسة عشر أول شيء نقوم به دائما في عملية جدول الضرب هو نحسب عدد أرقام الجداء وهذه أول نقطة ونحدد كم عدد الأعمدة التي سنشتغل عليها مثلا في هذه العملية لدي ستة أرقام هل سنشتغل على ستة أعمدة أو خمسة أعمدة السؤال دائما نطرحه قبل أن ننجز عملية جدول الضرب، فلنحاول في هذه الحصة أن ننجز هاته العمليات، أنا سأشرح لكم بطبيعة الحال بطريقة الأعمدة، ولكن أنتم حاولوا أن تخمنوا في أي عمود سنمثل العدد قبل أن أشرحه أنا، يعني هكذا حتى تثبتوا إنجاز عملية جدول الضرب بشكل سريع وبدون التفكير بشكل مفصل في الأعمدة. هنا كما ذكرت لدي ستة أعداد يعني سنشتغل في حدود ستة أعمدة السؤال المطروح هل سنستعمل العمود السادس الشيء الذي يحدد اشتغالنا على العمود السادس هو جداء الآلاف في جداء العشرات أي جداء واحد في واحد جداء واحد في واحد وواحد والعدد واحد أصغر من عشرة أين سنمثل العدد واحد فكروا جيدا أحسنتم سنمثله في العمود الخامس لن نستعمل هنا العمود السادس لأن هذا الجداء أصغر من عشرة سيبيان ننتقل الآن إلى ضرب العدد المئات تمانية في ضرب عدد العشرات يعني تمانية في واحد جداء تمانية في واحد هو تمانية دائما نقوم بالمقارنة العدد تمانية أصغر من عشرة أين سأمثل العدد تمانية فكروا قليلا إذا وجدت صعوبة في أين ستمثل العدد ثمانية كل ما عليكم القيام به هو أن نحسب من العدد خمسة إلى العدد ثمانية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة يعني هنا لدي خمسة يعني سنشتغل في حدود خمسة أعمدة ولكن جدا العدد ثمانية في واحد أصغر من عشرة أين سنمثل العدد ثمانية فكروا قليلا سيبيا سنمثل العدد ثمانية في العمود الرابع لأن جداء ثمانية في واحد أصغر من عشرة. لدينا هنا سنضرب عدد العشرات اثنان في عدد العشرات واحد. جداء اثنان في واحد كم؟ هو اثنان. أين سنمثل العدد اثنان؟ فكروا قليلا إذا وجدتم يعني خلط في عدد الأعمدة كل ما عليكم سنحسب من خمسة إلى اثنان. واحد اثنان ثلاثة أربعة. يعني سنشتغل في حدود أربعة أعمدة ولكن جداء اثنان في واحد أصغر من عشرة يعني أين سنمثل عدد اثنان؟ سنمثله في العمود الثالث ننتقل الآن إلى ضرب عدد الوحدات في ضرب عدد العشرات أربعة في واحد جدا أربعة في واحد هو أربعة يعني أي عدد ضرب واحد يساوي العدد نفسه العدد أربعة وقعتم في خلط لا أعرف... لا تعرفون أين سنمثل العدد أربعة كل ما علينا هو حساب الأرقام من من هنا من خمسة إلى أربعة هنا لدينا ثلاثة أرقام يعني سنشتغل في في حدود عفوا ثلاثة أعمدة بما أن جودة أربعة في واحد هو أربعة أين في نظركم سنمثل العدد أربعة جيد سنمثله في العمود الثاني مفهوم سيبيا الآن سننتقل إلى ضرب العدد خمسة في العدد ألف وثمانمائة وأربعة وعشرون هنا ملاحظة مهمة جدا يجب أن تأخذها بعين الاعتبار لكي أحسب العدد الأعمدة سنعتبر أنه لدينا فقط 1824 في 5 يعني لأحسب عدد الأعمدة لن نحسب العدد واحد لأننا قمنا بإنجاز عملية جدائية سنحسب العدد 5 رقم 1 4 2 3 4 5 يعني هنا سنشتغل في حدود خمسة أعمدة فقط لن نحسب رقم واحد ديال خمسة عشر مفهوم؟ لأننا سبق أن أنجزنا عملية ضربة سيبيان الآن سنقوم بضرب عدد الآلاف واحد في عدد الوحدات خمسة جداء واحد في خمسة كم تساوي؟ تساوي خمسة والعدد خمسة أصغر من عشرة أي عمود سنمثل العدد خمسة؟ سأحاول أن أفكر وأحسب الأعمدة بشكل تخيلي أين سنمثل العدد خمسة؟ سيبيا سنمثله في العمود الرابع لماذا العمود الرابع؟ هنا لدينا خمسة أعمدة ولكن جداء خمسة في واحد أصغر من عشرة يعني لن, نستغل لن نشتغل على العمود الخامس سنمثل خمسة في العمود الرابع ماذا نلاحظ هنا لإضافة العدد خمسة في العمود الرابع أن الخرزة غير كافية مباشرة أطبق قاعدة المساعد الكبير للعدد خمسة هي خمسة نطرح هنا خمسة وننشط عشرة أو نطرح خمسة آلاف وننشط عشرة آلاف مزيان سننتقل الآن إلى ضرب العدد خمسة في ثمانية جداء خمسة في ثمانية هو كم؟ أربعون جيد أين سنمثل العدد أربعون؟ فكروا قليلا سيبيا لدينا هنا أربعة أرقام يعني سنحسب خمسة ورقم الأول في الآلاف اثنان ثلاثة أربعة سنحسب في حدود العدد الذي نضربه ثمانية في خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة يعني في حدود أربعة أعمدة وبما أن العدد ثمانية في خمسة تساوي أربعون والعدد أربعون أكبر من عشرة أين سنمثل العدد أربعون سنمثله في العمود الرابع أحسنتم لكي أضيف هنا العدد أربعون في العمود الرابع نجد أن الخرزات غير كافية بما ان هنا خمسه غير نشيطه يعني سنطبق موسعي الصغير للعدد أربعة واحد نطرح هنا واحد ونمشط خمسه سي ننتقل الان الى ضرب العدد الوحدات خمسه في أربعة نفس الشيء خمسه في أربعة تساوي عشرون في اي عمود سأمثل العدد عشرون سافكر قليلا لا عفوا هنا ساضرب خمسه في اثنان خمسه في اثنان تساوي عشره أين سأمثل عدد عشرة؟ مثلا أه لا أعرف عدد الأعمدة لع... أو العمود الذي سأمثل فيه عشرة كل ما عليكم حسابه هو أحسب خمسة كعمود أول أربعة عمود ثاني العمود العدد الثالث يعني سنشتغل في حدود ثلاثة أعمدة وبما أن خمسة في اثنان تساوي عشرة وعشرة تساوي عشرة يعني سنمثل عشرة هنا في العمود الثالث مفهوم؟ تبقى لنا العدد الاخير هو ضرب عدد الوحدات في عدد الوحدات خمسة في اربعة تساوي عشرون والعدد عشرون اكبر من عشرة يعني هنا لدي رقمان خمسة واربعة يعني ساشتغل في حدود العمود الاول والثاني وبما ان العدد عشرون اكبر من عشرة يعني سأمثل عشرون ابتداء من العمود الثالث ساعتبر العدد العمود الاول عفوا نمثلنا فيه العدد صفر والعمود الثاني سنمثل فيه العدد عشرون ماذا نلاحظ هنا إذا أردنا إضافة العدد اثنان نجد أن الخرزات غير كافية بما أن خمسة غير نشطة مباشرة مساعد اثنان هو ثلاثة نطرح هنا ثلاثة وننشط خمسون ونحصل على النتيجة سبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وستون يعني بالنسبة لعملية جدول الضرب كل ما عليكم هو التأكد من عدد الأعمدة المستعملة ودائما نقوم بمقارنة الجداء أكبر أو أصغر من عشرة كيفما كان نوع العملية فهات المراحل بعدما تمكنتم من فهم الأعمدة عدد الأعمدة المستعملة في جدول الضرب لكي تكتسبوا السرعة في إنجاز هذه العمليات كل ما عليكم هو أن يعني أن تتدربوا على ملاحظة الأعمدة بشكل ذهني يعني دون النطق بها انا هنا في الفيديوهات احاول ان ابسط واذكر عدد الاعمده وعدد الارقام المستعمله حتى تثبتوا الفهم بشكل جيد ولكن الهدف من التطبيقات التي انزلها في اخر الفيديو هي ان تتدربوا على هذه العمليات وفي الاخير تتمكنوا من انجاز عمليه جدول الضرب بشكل سريع وبتلقائي دون التفكير في الاعمده فقط بالملاحظه ولكن للوصول الى هذه المرحله لا بد من التدريب وإنجاز أكبر عدد من التطبيقات وأتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع نأخذ هنا المثال الثاني سنحاول أن ننجز هذا المثال بشكل سريع ولن أذكر لكم الأعمدة فقط فكروا معي تلقائيا أو ذهنيا كيف سننجز هذه العملية لدي هنا العملية ستة آلاف ومائة وخمسة عشر في ستة عشر نقوم بداية بضرب العدد ستة في واحد يعني عدد الآلاف عدد الوحدات عدد العشرات عفوا ستة في واحد تساوي ستة أين سنمثل العدد ستة مباشرة يعني بدو نحسب الأعمدة بشكل ذهني سي نقوم الآن بضرب عدد المئات في عدد الوح... في عدد العشرات اثنان في واحد كم تساوي تساوي اثنان أين سنمثل العدد اثنان سي يعني حاول أن نحسب عدد الأعمدة بشكل سريع واحد في واحد كم تساوي؟ واحد، أين سنمثل العدد واحد؟ سنمثله في العمود الثالث، تخي الآن جداء خمسة في واحد تساوي خمسة، أين سنمثل العدد خمسة؟ تخي بيان، نمثله في العمود الثاني. ننتقل الآن إلى ضرب عدد ستة في ستة، يعني عدد الألف عدد الوحدات. جداء ستة في ستة تساوي ستة وتلاتون. أين سنمثل العدد ستة وتلاتون؟ فكروا قليلا. سأمثله بهذا الشكل، يعني حاولوا أن تحسبوا معي بشكل ذهني، يعني أن نحسب عدد الأعمدة بشكل سريع. الآن سنقوم بضرب العدد ستة في اثنان، جداء ستة في اثنان هو اثنا عشر، أين سنمثل العدد اثنا عشر؟ سنمثله هنا اثنا عشر، سيبين. مفهوم؟ يعني أحاول أن أنجز العملية دون شرح فقط حاولوا أن تنتبهوا إلى الأعمدة بشكل ذهني ننتقل الآن إلى ضرب العدد ستة في واحد جداء ستة في واحد هو ستة أين سأمثل العدد ستة؟ سأمثله في العمود الثاني ماذا نلاحظ هنا لإضافة العدد ستة نجد أن الخرزات غير كافية بما أن هنا خمسة نشطة يعني سنطبق المساعد الكبير للعدد خمسة نضيف واحد نطرح عشرة نضيف واحد نطرح هنا خمسون ونضيف مئة تبقى للعدد الأخير ستة في خمسة جدى ستة في خمسة تساوي تلاتون تلاتون أكبر من عشرة أين سنمثل العدد تلاتون سي يعني بيان نمثله بهذا الشكل ونحصل على النتيجة تسعة وتسعون ألف وأربعمئة وأربعون. بالنسبة لتطبيقات حصة اليوم نبدأ مع المثال الأول لدينا العدد سبعة آلاف مئة وواحد وتلاتون في تلاتة وتلاتون حاولوا إنجاز هذه العمليات وأحسبوا عدد الأعمدة بشكل ذهني واتركوا لي إجاباتكم في التعليقات. مثال الثاني لدي العدد ألف وتسعة في ثمانية عشر. هنا لدي في المثال الثالث أربعة وأربعون في ستة وأربعون. أتمنى أن تكتبوا هذه العمليات وتتركوا لي إجاباتكم في التعليقات لأتأكد من فهمكم لحصة اليوم. موعدنا ان شاء الله في الفيديو القادم مع تطبيقات جديده من لديه اي اشكال في جدول الضرب اتركه لي في التعليقات لاخذه بعين الاعتبار في الفيديوهات القادمه دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته